إن شاء الله طلاب محاضرة اليوم يتكمل المحاضرات السابقة، يعني وصلنا بالضبط إلى صفحة 8. هاي الأمثلة، مثلا عندكم رقم 15، البي يساوي تان الإكس ناقص الإكس في سيجن الإكس، سيجن اللي هو أيضا لوائح ثلاثية مثل ساين كوساين في كوساين الإكس. هذا التعبير الرياضي شلون نكتبه بلغة الكويك بيسك. شوف هسه هاي البرنامج مفتوح أمامكم، يكتب البي يساوي تان اللي هو الظل تمام، وافتح قوس. الإكس قلنا ما دام زاوية لازم نحول القياس الدائري، ولازم أقواس إكس في نضربها في 3.4 اللي هي الباي، 3 بوينت تقسيم شنو 180 ناقص الاكس، هنا موجودة على الاكس ناقص الاكس في علامة الضرب اللي هي بالكوك بيسك ستار 1 تقسيم شنو ساين، وايضا افتح قوس لان الزاويه لازم نحولها ساين الاكس في 3.14 تقسيم 180 خط القسمه المائل وسد القوس. طلابنا السيكن ليش كتبت واحد على الساين؟ ناقص احنا مشينا صحيح تان الاكس ناقص الاكس في هاي الداله اللي هي السيكن، اكيد اخذتوها بالرياضيات. سيكن الاكس، هاي سيكن الاكس عكس الساين، عكس الساين يعني واحد على، يعني خلينا نقول ابيرس للساين، فكتبتها واحد على ساين والاكس نفسه. السيكن تساوي لي واحد على ساين. ست واحد على الكوساين. هي المفروض واحد على الكوساين، بس هنا يجوز كوساين هي المفروض. إيه هي السيكن بالفعل هي اختصار، والكوساين بالعكس. واحد لا هي كوساين نفسها، اقصد ايش اكو داله كوسيكن مو سيكن. واحد هسه هنا 180 تقسيم 180 في طبعا ما بكملها، احنا نكملها في كوساين اخير شيء الاكس هم نضربها في شنو؟ في 3.14 تقسيم 180. شوف من دست كابتر يتحول، من دست العفو انت يتحول كله بالكابتر، هنا صار تان، هنا صار ساين، هنا صار كوساين. وبس طلاب مجرد يشوفكم شلون نكتب هاي الدوال المثلثية بلغة الكويك بيسك. هنا وهاي التكملة مالتها طبعا بس نازل جوا كوساين، هاي التكملة كوساين الاكس في 3.4 تقسيم 180. زين هذا الرقم 16 اللي هي الاوميجا، احنا عادة نسميها اوميجا بس هي دبليو، دبليو يساوي 3 في اكسبونينشال اكس تحت الجذر 1 زائد اكسبونينشال اكس. يعني شوفوا فوائد الدوال المكتبية، هسا كتبت ما اخذ داعي تكسر لك المدى ننفذ اوميجا يساوي 3 بي اكسبونينشال قلنا اي اس اكس، شلون نكتبها؟ الداله المكتبيه اي اكس بي المهم للاكس في شنو الجذر؟ الجذر شلون ينكتب؟ سكوير روت اس يو ار، هاي الداله المكتبيه توفر لك داله الجذر التربيعي، وافتح قوس واحد
زائد اي اكس بي لل اكس. قوسين اذا قلت له انت هنا طبعا ما دام علامه ثلاثه في خلينا نقول له ناقص خلينا يساوي مرتين كتبتها انت من طلع لك هذا الخط الاحمر معناته كان اكو خلل هو يوقف عليه. فهنا ثلاثة شوف مين تحول للكابيتال يعني يصير الحروف كبيرة اذا الحل مالتك او طريقة كتابة التعبير الرياضي صحيحة. زين عندنا بعد السي اخير وحدة اخير وحدة السي يساوي وافتح قوس. ليش فتحت قوس اللام؟ يعني يريد يخلي البسط بقوس والمقام بقوس. اكس بوتنشال اكس على خط القسم المائل اي زائد اكس بوتنشال ام شنو؟ اكس على اي. بس هنا المفروض اقول هنا عندك اكس على اي وهنا ناقص اكو اشاره سالمة. خلينا نكمل بعدين نرجع لها. اسد القوس ليش؟ هذا كله يعبر لي عن البسط. تقسيم المقام اللي هو اكسبونينشال اكس تقسيم اي واسد القوس ناقص من بعد عندك اكسبونينشال ناقص اكسبونينشال وافتح قوس اكس تقسيم اي وسد القوسين انت شوف هذا المقام كله خلاه قوس وهنا بسط قوس بس المفروض اكو هنا اشاره سالبه. والله خلينا نشوف لو استخدام دوال مكتبيه لو نشوف يتقبل اذا كتب السالب ولو هم عندك سالب وقلت له اذا نتقبلها يعني عشان كذا قطع عليها يعني نقدر نكتب هنا اشاره سالبه بهالطريقه. بس هذا الموضوع عندنا خلص اللي هو يتعلق ننزل برنامج اخاف نحتاجه يتعلق بطريقة كتابة المثال كان يقول طريقة كتابة التعابير الرياضية بلغة كويك بيسك. موضوع ايضا هو مهم بلغة كويك بيسك اللي هو الفلو تشارت. فلو تشارت شنو معناته؟ هذا خلي سته خاف يتذكر بعدين نرجع للفتحه. فلو تشارت فلو هاي مثلا راح تاخذون هي معناتها جريان يعني الكلمه الاصليه عندها وتشارت معناتها رسوم. شنو فائدتها بلغه الكويك بيسك؟ فلو تشارت ار دراونج دايجرام هي عباره عن رسومات illustrate series steps must the program follow يعني تلخص لي العمليات المتتالية اللي يتبعها البرنامج to resolve the output على مود يوصل للاوتبوت. following أو the following figure are used in flowchart. شنو هاي الفقرات اللي نستخدمها بالفلو تشارت؟ هسه بالبرنامج ان شاء الله تعرفون شنو اهميه الفلو تشارت. اول شكل شوف عندكم هسه هذا الجدول هذا الجدول الشكل ال ب
بيضوي. أول شكل الشكل البيضوي، هذا ايش فيه الشكل البيضوي؟ The start and end of program simple، يعني هذا السمبل اللي هو الرمز، شو الرمز اللي وين اخليه؟ بالبداية وبالنهاية. يعني من ارسم فلو شارت هذا معناته start ومعناته end. الشكل البيضوي. الشكل الثاني اللي هو مثل متوازي الاضلاع. The input and output simple. Input يعني رموز الإدخال والإخراج، نكتب يعني بداخله رموز الإدخال والإخراج. زين الشكل المستطيل، شكل الشكل المستطيل. Arithmetic operation simple. Arithmetic operation simple اللي نكتب بداخله المعادلات الرياضية أو العمليات الرياضية داخله، وهذا الشكل المستطيل نكتب العمليات الرياضية. Decision simple يعني رمز القرار، هذا الشكل المعيني اللي هو رابع واحد. Decision simple رمز القرار. هذا الشكل الآخر اللي هو تصور الشكل السداسي. Repetitive simple أو repeated simple، يعني شنو رمز التكرار، إذا عندنا عملية نريد نكررها أكتبها بداخل هذا الشكل. Link simple، link link يعني توصيل، يعني رمز التوصيل، هذا الشكل اللي هو الشكل السادس اللي هو الشكل الدائري. Link simple يعني رمز شنو التوصيل. اخير واحد اللي هو بشوفوه مثل اسهم، دايركشن ترافيك. دايركشن ترافيك يعني يمثل الاتجاهات، اذا اريد اروح بالفلو شارت يمين او يسار. هسه ان شاء الله راح تشوفوا سهل هذا كله بالتطبيق العملي. دايركشن ترافيك، هسه نجي هذا موضوعنا اللي هو شنو لكوك Basic language statement. The quick basic language statement. يعني العبارات أو الإعازات اللي تستخدم في لغة الـ quick basic. أول واحد اللي هو the rules. طلاب أحد عنده سؤال؟ نعم ستي. يعني ستين انا ما خليت مع انستون البرنامج، خليت المعادلات بسيطه هنا ضرب بس ما قاعد تطلع لي نتيجه، قاعد تطلع لي الشاشه السوداء بس بدون اي رقم. هاي انت قاعد تنفذ حاليا؟ لا يعني هو ردت انفذها لين ما شو اسمه، فقلت اطبق معادله بسيطه بس ضرب وما قاعد يطلع رقم. يعني بالبرنامج؟ اي نفس البرنامج حتى هاي يعني تنصب البرنامج قصدك وتتنفذ عليها وتطلع لك النتيجة. مو هسه مسويها ضرب انا ما قاعد تطلع لي اي رقم، تطلع لي بس الشاشة السوداء والظل هيك السوداء. لا هو تذكرني هذا البرنامج، يعني هسه مثل ما اني مو قلت لكم اعطيتكم الرابط وينزل بشكل ملف مضبوط، ينزل لك هو هذا. ينزل الرابط. اي يعني تنزلت على الحاسب هسه. اي نعم. زين. انت ينزل لك هذا قلت لك هسه، ينزل لك هذا المضغوط، انت بعدين تفتحه. شلون تفتحه؟ بس بعض الناس هنا كليك يمنع عليه، مو راح ينزل لك هذا الانترنت المضغوط. ايش راح اسوي لك؟ كليك يمنع عليه، شو تقول له؟ اكستراكت هير. اكستراكت يعني استخرج المعلومات هنا، خليها فولدر، خليها فولدر. ايش راح ينزل لك؟ انت من تقول له اكستراكت هير راح ينزل لك ذني الايقونات الثانيه، راح ينزل لك ذني، راح يفك الضغط، يعني راح يفك البرنامج المضغوط، راح ينزل لك ذني. على شنو تروح؟ طبعا هو بس هذا، انا هذا زايد، هذا مو هذا، يعني هذا راح ينزل لك. نعم؟ وين تروح على هذا؟ ترى هو ما يحتاج تنصيب، هو ما يتنصب، هو يسموه بورتبل، يعني راسا يشتغل، يعني ما بي تنصيب ونستول، ما بي.
انت هسه قلت لي نزلت الضرب، خلينا نقول له مثلا الاي يساوي، تطلع لك طلاب تطلع هاي الشاشه الزرقاء، خلينا نقول له مثلا الاي يساوي 2 انتر. اذا اريد اقول له البي يساوي 3 انتر، اريد اضربهم اقول له الاف يساوي شنو؟ اي في بي انتر. ايش راح اقول له اخير شيء؟ هذا ترى ما يطلع النتيجه، راح تقول له برنت. برنت شنو؟ اف. الا اذا تقول له هيجي برنت اف، تروح على ران، ران ستارت، تنتظر شويه، شوف تطلع هاي الشاشه السوداء هي شاشه التنفيذ، ينكتب لك 6، ينكتب الله ينكتب 6. اوكي للكل هذا يعني كتبت بس برنت، نسيت الرمز مال المساوي. لا اكتب اللي انت سميته، اللي انت تريد حاصل الضرب او حاصل الجمع، اكتب زائد وقول له رن، يطلع لك 5. هذا طبعا يعاوز البرنت اللي هو احنا هم واحد، بس هسه ما تدري ايش ناخذ النوع هسه ما يدخل. خلينا نكمل. ست ممكن ايه اسم؟ ست على المثال رقم 15. 15 اللي هو هذا؟ مال الثاني وال ست بالبدايه، هو سؤالين. ست بالبدايه هي يعني ليش احنا خلينا بمكان الاكس اكس في 3.14 على 180، يعني هي هاي الزاويه لازم اعتبرها؟ اي هاي قصدك الاكس؟ قصدك هاي الاكس الثاني الاكس؟ اي الثاني الاكس قلنا دائما الكوب بيسك يتعامل بالقياس الدائري اللي هي الراديان، فتضرب الزاويه مالتك يعني ما تخليها قبل اكس، لا دائما دائما من تجيك زاويه انت ما دام هي الثاني الاكس يعني اكيد هي هاي زاويه، اكيد هي زاويه هي هاي الاكس، يعني دائما ساين الاكس كوساين الاكس تان الاكس سيكن الاكس، فلازم هاي الاكس زاويه تضربها في النسبه الثابته اللي هي قلنا الباي 3.14 وتقسم على 180. نعم ست واضح. وبعد بعد ست هاي مال السيكن عليها بس الصوت ما كان واضح وما افتهمت. اي هاي السيكن الاكس المفروض هي مو احتمال هي من كتاب احتمال هذا بالخطا ما اعرف. السيجن هي المفروض واحد على الساين او واحد على الكوساين، يمكن السيجن مو اخذتها بالرياضيات واحد على اللي هي معكوس، معكوس الدوال المثلثيه لو ما واصلينها بعدكم. نعم ست هاي واحد على الكوساين، انتوا هسه المفروض اخذتوها، انتوا هسه كورس الثاني بالرياضيات، فهنا السيجن ايش معتبرها؟ ما يكتبها سيجن، يكتبها واحد على الساين، واحد يعني معكوس واحد على الساين، او اذا انتم تقولون واحد على الكوساين اكتبها واحد على الكوساين. هي السيجل شو تمثل لكم بالرياضيات؟ معكوس مالتها او الانفيرس واحد على الساين، او مثل ما قال الطالب قبل شويه واحد على الكوساين. والاكس والاكس نفسها حولها للقياس الدائري اللي هو شنو؟ تضربها في 3.14 وتقسم على 180. والكوساين هو الكوساين الاكس نفسه اللي هو جيب تمام الزاويه يعني ما بها فشي جديد، كوساين نفسه وهنا الاكس تضربه في 3.14 وتقسم على 180. كل اكس وين ما تشوف اكس زاويه، وين ما تشوف اكس يعني وين ما شفت ساين كوساين وياها اكس حول الاكس. بعد على شنو عندك سؤال؟ هو منو بده يسأل؟ مصطفى كرار، منو؟ من كرار؟ طلاب إذا أحد عنده سؤال سأله، ما به شيء هو توضيح يعني ما راح ياخذ من وقتنا، لأن إحنا شو مسويين جوجل ميت؟ على مود نجاوب على أسئلتكم. شوفوا تلحق هسه ترى احنا بعد ما واخذين طريقه كتاب البرنامج، شلون؟ لازم ناخذ كل الاعازات اللي هي اعازات الادخال والاخراج
يلا ذاك الوقت تقدرون تكتبون برنامج، ها كلها بس مقدمات. هذا موضوع الفلو شارت. هسه هذا وصلنا الى قلت لكم اللي هو كويك بيسك لانجويج ستيتمنت. كويك بيسك لانجويج ستيتمنت. طلاب احد عنده سؤال عن السابق قبل لا ننتقل الى هذا الموضوع؟ هذه عازات. وانصح للي عنده حاسبه بالبيت، هو البرنامج سهل وخفيف يعني، ما يتنزل من الانترنت مو ثقيل، ينفذ على وقت فراغه. ياخذ مثلا هسه هاي الامثله اللي انا سويتها امامكم ويقعد ينفذها واحده واحده، مو صعبات بس على الاقل ايده تاخذ. هسه طلاب نكمل. The quick basic language statement يعني شنو؟ إعازات الكويك بيسك. أول إعاز اللي هو الرن ستيتمنت. طلاب صوتي واضح؟ نعم صوتي واضح. نستمر إن شاء الله. رن ستيتمنت يعني هي رن هو شنو اختصار؟ R E M R E M اختصار شنو الطلاب؟ The general form of the remark statement. هو بالحقيقة اسمه remark. Remark statement. هذا بس نخليه بالبداية على مود يوضح لنا يعني هو مو إعاز input أو output. شلون؟ طريقة كتابته نكتب، بنكتب remark، نكتب اختصار R E M معناته remark. شو يفيدنا؟ Where remark may be any remark the programmer chooses to make to describe the program. يعني هذا الإعاز يحتاج المبرمج على مود يوضح البرنامج أو شنو يصف البرنامج. To identify يعني في عدة استعمالات. شوفوا to make to describe the program يعني شنو يصف البرنامج، يصف. To identify virus part of program على مود يوضح عمليات أو أجزاء مختلفة من البرنامج. Or even to serve the blank line يعني شنو to serve the blank line between parts of the program يعني يخدمنا على مود يخلي فتح خط بين اجزاء مختلفه يعني احتمال البرنامج طويل. شلون افصل بين جزء وجزء؟ باستخدام هذا الإعاز. يعني مثلا اقول له البرنامج اللي اريده تكتبه رم قلنا اختصار ريمارك. This program is named Curricate. يعني مثلا اكتب له بالبدايه في الهنت ملاحظه، اقول له هذا البرنامج يستخدم لحساب فشي معين، او رن بروجرام ريتن، او البرنامج اللي راح اكتبه بيجي تاريخ مثلا تاريخ 30/3/2010، او رن انبوت موديل، او رن اوتبوت يعني قد يوضح لي الانبوت قد يوضح لي الانبوت. هو مو اعاز قلت لكم ادخال او اخراج، فقط لتوضيح البرنامج فقط. يعني تكتب بالبدايه انا هذا البرنامج اللي اريده اكتبه مثلا يعني مثلا حساب معدل قالب، حساب ارقام زوجيه، حساب ارقام فرديه مثلا. شغلنا وين هذا اهم اعاز اللي هو شنو؟ اللي يحسب لك النتيجه. اللي الى ما تكتبه ما راح يطلع لك كل شيء، اي نتيجه ما راح تطلع. شو اسمه هذا الإعاز؟ print statement. print طلاب تعرفون معنى كلمة print؟ معناتها هي بالحقيقة طباعة. The general form of the print statement يعني الصيغة العامة للprint statement is a print expression
يعني اطباع لي يعني الصيغه العامه لها، يعني خلينا نقول القاعده print expression يعني اطباع لي تعبير، او نقدر نكتب الصيغه print يعني مثلا نخلي فارزه مضبوطه، بس عاده ما نخليها طبعا يعني راسا ولا print فتشيل print الاف، او احتمال print طبعا طلاب مو انه حروف، احتمال مثلا جمل مثل ما راح نشوف بالامثله. where expression in any number يعني هذا التعبير، هذا التعبير الرياضي ايش بيه هذا؟ قد يكون any number اي رقم، any string of words اي متسلسله من الكلمات، any variable اي متغير، or any combination of number and variable، او قد يكون اي مركب combination يعني مركب او جمع بين الارقام والفايربلز والمتغيرات. ان ان الجبرك اكسبريشن في تعبير رياضي جبري، كوما الكوما اللي هي تعرفون الكوما اللي هي مثل فارزه، اور سيمي كولون اللي هي سيمي كولون العفو فارزه منقوطه، هاي الكوما هي الفارزه العاديه، سيمي كولون الفارزه المنقوطه. must be used to separate expression لازم نستخدمها على مود شنو؟ نفصل المتغيرات. for example for example هسه For example على سبيل المثال print ينكتب بهالصيغة، هاي طريقة كتابته print. شو أقول له مثلا؟ بس إذا أريد أفتح البرنامج، هذا البرنامج، أقول له print x، طبعا لازم أدخل قيمة بس هذا بس أشوفكم شلون نكتب البرنت وشو اللي نكتبه بصفة. أقول له مثلا print مثلا x enter، شوف راسه يتحول عندك بالحروف الكبيره يصير كابيتال من اللي قلنا enter. مثلا اقول له print a b c enter، اقول له مثلا print S يعني نقدر نكتب ايضا مو بس فارزه عاديه، نقدر نكتب فارزه مقوطه، فارزه مقوطه T، فارزه مقوطه U، فارزه مقوطه R، فارزه مقوطه V، واقول له انتر. نقدر نكتب فارزه عاديه بالبرنت يعني يتقبل، ونقدر نكتب فارزه عاديه. اقدر اكتب البرنت بغير طريقه، برنت علامة اقتباس the sum is، واقول له no far، هاي راح نشوفها طبعا بالامثلة، يعني نستخدم مرات البرنت بهالطريقة s 9، اما تصير هاي الحالة او اريد اقول له print a وعلامة الدولار، علامة الدولار فارزة هاي خلناها بالسترينج، يمكن فايربلز او يمكن سترينج كونستانت بي اس
بارزة سي وعلامة الدولار. يعني البرنت قد يكون بصفة قلنا مثلا فد متغير أو عدد المتغيرات تفصل بيانات الفارزة. نعم عدد المتغيرات تفصل بيانات الفارزة مضبوطة. أو قد يكون نكتبه بين يعني فد التعبير بين علامات الاقتباس وفارزة مضبوطة مثلا اس 9. هنا مثلا ينكتب قد يكون بهالشكل. زين هسه ذني هنا ريمارك يقول لك الملاحظة زي سمبل. هذا شو بدنا نستخدمه اللي هي هاي مثل الاقواس نسميه علامات الاقتباس. يوز البرنت ستيتمنت فور برنت سترينج على مود نطبع شنو المتسلسلات اللي اخذنا انواعها من البدايه. يعني شو قد نستخدم هذا التعبير اللي هو بين علامات الاقتباس على مود نطبع التعبير فور برنت سترينج للمتسلسل او المتسلسلات. هسه طلاب اخذنا قلنا اهم برنت اقول لك اعاز البرنت. اعاز هو شنو؟ ادخال واخراج. تقول لي احد اعازات الاخراج. احد اعازات الاخراج برنت يستخدم للاخراج. يعني شنو اخراج؟ يعني يطلع لي الاوتبوت. يطلع لي الاوتبوت هاي البرنت مو احد اعازات الادخال. غلط. اعازات شوف اعازات الادخال. هسه نجي هسه خلصنا من الاخراج اللي هو قلنا برنت. نجي على اعازات الادخال انبوت انبوت انستراكشن انبوت انستراكشن.